بالله على السلامة عجيب. الله يسلمكم يا شباب. خير شو في شباب؟ معتز شو في؟ الزعيم عطاك عمره خا. عقيدة مش هاب رجع لك يا أهل الحارة، رجع يا أهل الحارة رجع. الحارة دايم على الدوام. إن شاء الله العمر إلك. الباقية بحياتك والبركة فيك يا عقيد. عوض بسلامتك أخي. العمر لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الذي يجب ملكوت كل شيء إليه. العمر لك عقيد. اتركوني لحالي. بدي احلف برحمتك، بس انت طول عمرك ما بتحبني احلف الا بالله العلي العظيم. قسما بالله العلي العظيم واللي خلق الكون بست ايام، يحرم علي النوم طوال مو غريمك عايش يا زعيم. وما بكون العقيد ابو شهاب اذا ما قتلته بايدي هدول. دمك ما حروح هدر يا زعيم، دمك ما بيروح هدر يا كبير، يا معلم يا تاج راس. شو وينه ابو بشير؟ ماني شايفه. راح مع حبار القبور على التربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله معك يا زعي. مالي سواك أنا، مالي أرجو رضاك يا عالم بحالي، اغفر إله الكون الذنوب وأملني يلا يا اخوان فوتوا هاجروا. ينبغي لجلال
يلا يا عمو خفوع، ما بقى اللي يجي أبوكم وخالكم. يا عمو وين لطفية؟ مسكينة ضلت عند أمها، عصام المسا بيروح بيجيبها. أختي فوتي ساوي أوضة الضيوف وأنا بكمل شطف أرض الديار. يلا أختي. يا رب لا إله إلا الله، يا ما في شيء بينخفى بالشام، والقاتل إلا ما ينعرف فيه يا أخي. أنا بس اللي مجنني ومطير لي عالي أنه اتنين يروحوا بغيابي، أب سمير الحمصاني والزعيم. ليش هن مو غيرهم؟ قصة كبيرة وشام، قصة كبيرة كبيرة كتير. هيك باينتا يا عصام، هيك باينتا. بس نفسي أعرف مين اللي فايت علينا هالفوت. مين؟ الزعيم الله يرحمه كان عم يقلنا إنه بيعرفه، بس كان بدي أتأكد منه بالأول. وما قال مين هو؟ ما قال وما لحقيك مشو رحمة الله عليه. خالي وبركدا كان حدا من رجال أبو النار؟ أبو النار ما بيسترجي يعمل هيك عملة، لأنه بيعرف إنه إذا كشفناه رح نحرقه هو وحارته. بس أبو النار حط إيده بإيد عقيد زقاق النهر وعم يتآمروا علينا وناوين يفوتوا علينا. أخي يحقوا القرش مبخوش هني ورجاله. أنا شايف أنه منعتي بحركة اللاتينية أبدا. وأنا هيك كمان عم بقول لا تقيمة من أرضها، وإذا فاتوا على الحارة دبارهم عندي. وشو مشان تمساي أخي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة صدق الله العظيم. الفاتحة. على قلبك. الحمد لله رب العالمين. يلا يلا انزل يا مو، ما في حدا. صباح الخير. صباح النور يا مو. صباح الخيرات. شوف الباب أبي.
أمرك يا أبي. أكيد هدول إخواتي. عملت لك. ليه بخالي؟ يا ميت أهلين وسهلين. يمرني على الصباح. تبر يا داكي يا أخي. أهلين وسهلين. أهلين وسهلين يا أبو قاسي. سوي لنا وسؤال. على راسي. شرف أخي، فضل الفضل. يا زيدك شرف يا أخي. أهلين وسهلين. أهلين يا أبو قاسي. أهلين حلوة. بنان الله يرضى عليك، حطين الانتين اللي أكلها في المرة على الدكان. ها؟ إخوالي هون؟ اليوم رح يعملوا لي اياها زياره. ايه ما بكفيني سلف المعتز بالبيت اللي خانقني بقطي خنق. والله البلد حالتها داء لفرد دقرة. ايه والله بيفرجها الله صاحبي، بيفرجها. الله يسمع منك. يلا بدكش يا بي. وين ابي؟ رايح لعند معلمي. ابي الشغل ماشي عنده ولا مو ماشي؟ يعني ماشي حاله. اذا مو مضطر عليك روح ساعد ابوك بالدكان خالي، احسن من القعده عند معلمك لا شغله ولا عمله. لا معلش يا ابو قاسم، معلش ما بيصير. خليها لنا عند معلمه ابو خاطر. بس لك ابي اذا كان الشغل اللي حيضل داير هيك رح ابطلك من عندهم منه. ها لا يا ابي لا، انا حابب الشغل عند معلمي، ومعلمي بيحبني كتير وانا حابب اشتغل عنده. ايه قول خاطر رفيقك ما بدك تفارقه خال. ها صحيح ابي؟ ايه يا ابي ايه، انا بحبه لخاطر. ايه روح ابي الله يرضى عليك، روح تيسر على شغلك. روح يلا. السلام عليكم. مهون يا ابي. الله معك. مهون يا امو. شو قصته هالمعتز؟ والله شوفت عينك يا ابو شباب، بيشتغل يومين بيا الجمعه بيت الجمعه بيقعد هيك عطال بطال. منه ولا من معلمه ابو خاطر؟ والله من قله الشغل يا ابو قاسم. بس من ناحيه خاطر وابو خاطر انا من جهتي مرتاح لهم، مرتاح لهم. ايه والله انت حصري على راحتك. يلا اسمحوا لنا. قاعدين اخي. بكي والله بكي. كفاها الله بدنا نتيسر على شغلنا. اخي على راحتك. لا تتعوق صفري، انا ناطرك بالبيت. لا ان شاء الله ما انا هكا. بدك شيء اختي؟ سلامة قلبك، رجع اتغدى اخي عنا. ما بقدر مرة ثانية ان شاء الله خاطركم. الله معكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة خان. الله معكم. يلا يا بنات. عصام دكة بأوعيك بوشك على الدكان. يلا. حاضر يا ابي. يلا ابي يلا. بس مو كثير فرنج ونص زيادة على كل شوال قمح ابو شهاب؟ مو كثير على هالناس الفقرة. بس الشغلة بترجع على حبيت تدفعهم تعتبرهم زكاة عنك وعن أولادك ميت أهلين، ما حبيت الشغلة بترجع لها. وأنا بإذن الله ما باخدك إلا من إيدك الطيبة. والله هلأ مو متيسرة الحالة يا أبو شهاب. يلي بدك يا، وأنا ما راح أزعلك. كم شوال بدك؟ عطيني شوالين قمح وشوال شعير. إيه على عيني وراسي. السلام عليكم. وعليك السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين. أهلين يا أبو عصام. أخي أبو يوسف اتيسر انت، هلا بخلي الشباب يحملوا لك ياهم، اقل من ساعه بيكونوا عندك بنص دكانتك. تفضل. يزيد فضلك معوضين علينا بيوسف. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير خير. تفضل شريف. عم ناخذ فرنج ونص زياده على كل شوال لنساعد هالناس المحتاجه. هذا اللي راح قدامك قبل شوي استكتره. يصطفل، هو حر، ما فينا نجبر حدا. ايه شو علي؟ ليش لا؟ الله يجزيك الخير. انا شو المطلوب مني؟ مشوار على الغوطة، وصلي رجع وبسرعة. ايه بنروح. ايه والله. ايه بس غطيت ابو عصام. ايه والله وش هابي كني. ايه شوفي شغلة كبيرة والله يا حكيم. شو عم تقول صاري؟ مثل ما سمعت ابو شهاب والجماعة بكرة فايتين فايتين على الحارة. هيك لك هاي. ما بدي ولا شاب بكرة يطلع من الحارة. يا
ضربوا النار ورجالوا فاتوا على حارتنا يا عقيد، لك بدهم يقاتلونا. ابشر عبدو لعيونك ونحن عم نستناه. يا ابو عصام ابو داوود وجاي من الحارة يا ابو عصام. لك 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 جاهزين يا ابو عصام؟ ابو عيد ابو عيد يا بيبي معتز انتك بقى ابو عيد. يا ابي جيتك جيتك عصام اخيتو فيك. تعمل فتنة ابو النار عمي حالك ورجع على حارتك بخير وسلامة. بدي الكبير تبعكم ابو النار رز الشيطان وتيسر عسلك. انت مالك عندنا؟ انا مالي حكي معكم، قلت لك بدي الكبير تبعكم يواجهني. عم نقول لك صير الشر وخذ جماعتك ورحال عسلك. الي والما عصرته شو راح يطلع منكم؟ نكسر ايدك ورجلك انت وياه وياه. أحسن لك اطلع من الحارة ونفوت بريشك انت واللي معك. لك اعلى ما بخيلك اركبوا، وانا ماني طالع من هون. ولي حق عنكم بدي اخذن، قلتوا ايه وقلتوا لا. اه ومين اللي اكل لك حقك يا ابو النار؟ عديكم بدي اكل حقي بس حشر ياكلوا. مين هيلك يا ابو النار؟ على النبي عقيد، بعد اذنك عقيد بدي احكي مع ابو النار كلمتين. واللي بتامره بيصير كلها تبع الحارة طوع امرك. احكي يا ابو عصام احكي. تفضلت عقيد. شوف ابو النار، انت رجال صغرت ومعدل وما حدا بيقول غير الحكي، بس فوتك على حارتنا على الشكل هي معناتها انت جاي ناوي على الغلط، وهي شغله كبيره وما حدا بيقبلها. عمي انت بتعرف انه في لي حق عنكم هون بالحاره بيت عمتي. ما قلنا لا، والحكي لسه ما خلاص، والحكي اللي بدي اقوله هلا بعد اذن عقيد حارتنا في وعد علينا. شو قلت عقيد؟ كلامك طابو. شوف ابو النار، انا راح اعطيك هلا وعد قدام العقيد ابو شهاب قدام اهل الحاره كلهم. اذا لك حقلك عمي بتاخده من عيني هيا بالهي ومن هالشوارب. وانا بامر العقيد والعقيد تحت امرك ابو عصام. شو قلت ابو النار؟ شو المطلوب مني؟ بتضب سلاحك عمي مع رجالك وبنرجع احباب واصحاب مثل ما كنا اول واحسن كمان. خلي قلوبنا تتصافى. وها هاي ايدي يا ابو النار، اول ايد ممدوده الك ولرجالك بعد اذن العقيد. ايدك محميه وللخير مرميه يا ابو عصام. مدين ايدينا لرجالنا احنا يا ابو النار. وهي ايدي ممدوده الك احلى والنار عمي، وايدي ممدوده لاحلى عقيد ابو شهاب. بعد اذن العقيد ابو شهاب الصلحه عندي بالبيت عمي. شرفوا شباب شرفوا شرفوا لبيت صهري ابو عصام كبير الحاره. وانتوا يا رجال تفضلوا لعندي على قهوه بضيافتي. الله حييكم تفضلوا. شرفوا يا رجال، اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله عليك شيخي. السلام عليكم. سلام وسهلا. شرفوا اخوانكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. شرف ابو قاسم. اهلا بشير. تفضل تفضل. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا يا كريم. شرفوا سيدي. شرفوا عمي بيتكم مطرحكم. اهلا وسهلا. تفضل ابو النار شرف. لا والله شو الحكي هذا يا رجل، بحكي ما بتعرف عن الحاج بالمطرح. مطرحك لك اهلين بالرجال واحلى عقيد حاره والله. شرف سيدي شرف. تفضلوا عمي تفضلوا يا ميت. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. الله يبارك لنا فيكم يا رجال. يا اهل المرور والعز والكرامه. هذا الهوى والشرف والشهاده. ننسى الايام الصعبه وبالمحبه بنشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا. وحدوه
بس انت لا تاخذني بالكلمه يا اخي ابو النار، ما كان لازم ترد على ابو غالي. هذا واحد داله محب ولا له صاحب، كل عمره رمى بلا وفتان. انت معقول يكون لك حق عنا ما تاخذوه؟ الله يخلي لي اياك. انسى اخي عصام، انسى انسى، ضاعت ولقيناها يا رجل. انا حقي وصل لي لما حطيت ايدي بايد العقيد ابو شهاب. الله محيي اصلك ابو النار. على راسي ابو شهاب، على راسي والله. بس هذا ابو غالب لا تغسل بخاطره، رجال فقير ومعتر على باب الله، يعني كان فكره يطلع له قرشين بهالشغله هي. اذا كان بدك نحن اولاد اليوم، وحقك اللي الك عنا رح يصلك، وبيت عمتك تقدر تروح وتجي عليه ايمت من كان. الله يديم عزك يا ابو شهاب. ان شاء الله على طول احباب باذن الله. والله يلعن الشيطان ويلعن المشاكل ويلعن ساعته. حطه بيحط. ما حدا اعتبرنا حتى على الصلحة ما فوتوني معه. ايه؟ شو عليه؟ حتى لو تصالح ما راح أدي يا ابنه. الله يديم عزكم يا رجال. لخويت أهلين شرفت في العافية. أهلين بأبو النار. على راسي أحلى أبو شهاب والله. يلا دعونا أخي. ميسر يا سيدي. شرفنا على المضافة يا أبو النار. بتشرف أخي أبو قاسم. السلام عليكم. خد طريق أبي، خد طريق، خد طريق. يلا 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 يلا. أهلين يا شيخي. أهلين. أنا بخاطري الله، ما أقدر بشير. مع السلامة. معتز بخاطره على شغله. إيه راح ابن عمي. إيه على خير إن شاء الله. يلا دعينا. الله معك مهونة. يا رب. يا دلال، جميلة، لطفية، يلا قوموا على شغلكم. أنا كمان اليوم ما في شغل. مثل ما أنك شايف، لا بيع ولا شروي. الحمد لله. شو لايق أنت؟ شو بدك يعني أقعد ساوي؟ كشت البال. وين بدك تروح؟ رايح على البيت اقدح نومي احسن شيء. ايه ما راح نتقى بالقهوه؟ ان شاء الله بعد العصر. يلا بخاطرك، مع السلامه. يلا معك. وكمان ليله امبارح انسرق بيت ابو فهد المبيض. ابو فهد المبيض؟ ايه بيت ابو فهد المبيض. شلون هالحرام يا عم فهد؟ ما بعرف، شغله بتحط العقل بالكف، وابو جوده طلع بحقي بالموضوع لانه اشتكى للمخفر. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. شو السمع اللي سمعناه؟ ايه والله يا ابو عصام، مو شغله بتجنن. الحارس الحاره وينه؟ الحارس عم بيقول لا شاف حدا فات على الحاره ولا حدا طلع منها. عمو لا، الشغله صار بدها اجتماع، صار بدها اجتماع. ايه والله لازم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا. شو شيخي؟ كانه في تمك حكي. بدي ابو شهاب، مرت لعنده على البيت ما لقيته. خير؟ قضاء حاجه. بتلاقيه مع البوايكيه، مشغله يعني بالبايكي. اصبحنا راي لعنده. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا راي على الفرن. يلا السلام عليكم. يلا صدق، وانا قصده كمان. السلام عليكم. الله معكم. الله معكم. فوت شرب كاسه.